في ظروف جيدة استؤنف الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط على مستوى ميناء العيون، حيث تم تسجيل كميات كبيرة من هذا المنتج البحري. الوزارة أعطت كوطة إجمالية ديال 2300 طن بالنسبة لمراكب الصيد التقليدي الصيد الساحلي، وأعطت كوطة ديال 5600 طن بالنسبة لمراكب الصيد التقليدي. الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط انطلق في الأول من يناير الماضي على أن يمتد إلى غاية نهاية مارس القادم، وذلك بعد توقف بيولوجي دام لثلاثة أشهر. بالنسبة للأخطبوط لهذا الموسم كاين بوفرة، ولكن الأثمنة اللي كاين حاليا كاين ما بين 90 حتى 96، والآخر المويان كاين ما بين 75 78، هذا الشيء اللي كاين دابا. وتؤكد الوزارة الوصية على إمكانية مراجعة الحصص المخصصة لصيد الأخطبوط، وذلك تبعا لتطور المؤشرات البيولوجية ومؤشرات الاستغلال.